هيثم من مدينة أكادير لما ستستايل. هيثم إنسان عادي عنده جميع الطموحات والهواية، وكان وصي الشباب من هذا المنبر هذا بالعكس راه الهواية كتنجح على الخدمة ديك اللي عندك، وأنا مفتخر براسي ومفتخر بكم انتم كصحافة، حيت انتم اللي خليتوني نبان في كل بيت ديال الأسرة المغربية وبرا المغرب تاهو. هضر لينا على التصاميم ديالك اليوم. التصاميم ديالي كيف ما شفتوا راه فيها البلدي الاصيلي، راه هو اللي ما غاديش نتراجع عليه، وفي شويه ديال النخوه ديال دابا، ولكن الحاجه ديال الحشمه هي كتعطي بزاف النخوه للمراه المغربيه. كنشوفوا بزاف ديال المصممين سورتو اللي باقيين جون كيحاولوا انهم ما يبقوش في التقاليد بزاف، يعني في جلاله وكيدخلوا شويه للعصري. على انت ما كنلاحظوكش بانك كتبقى في التقليدي ما كتخرجش، ولكن بالنسبه انا كنبقى في التقليدي ما كنخرج فيه على عندك الحق، ولكن في المبيعات كتلقاي التقليدي كيتباع الاصيلي على الرومي. داكوغ. تكلمنا على التتويج ديال عبدو، شنو بالك واش كيستاهل ولا لا؟ شوف الاخ عبدو كيستاهل فريمون، هو انسان طموح، قبل ما يكون صديق ويكون مدير ديال ماناجر ديال الاعمال ديالي هو مدرس في نفس الوقت، هو كيستاهل. وهو اللي خلاني حيت كنت في واحد الفتره كنت غنتراجع مع ظروف الخدمه والعمل ديالي ما كتسمح، وكيخلاني تكلف ليا بجميع الامور ديالي وخلاني، لذلك ما غنتوجوش انا كمدير، غنتوجو كقدوه للانسان اللي كيبغي الخير لخو، حيت القلال في هذا الوقت شي واحد يبغي لك الخير قليل. انا بعدا كتجربه عبدو هو الاخ ديالي اللي ما كيقولوا مغرب اللي ما ولدتوش لك ماماك. قول لي شكون المصمم المغربي اللي كيبان لك التصاميم ديالو تما كيستاهلوا؟ شوف جميع المصممين كاينين، كل مصمم لا شوف شوف انا ما نقدرش نقول، وما شوف بنادم اللي عنده الجرأة يقول يعيب على شي واحد دبر راسه، ولكن انا ما نقدرش نهضر. ما غاديش تعيب، غير غتورينا شكون اللي كيعجبك التصاميم ديالو. شوف انا حاليا كنشوف ديولي مغمض عيني على كل شيء، ولكن برا ديال المغرب كنعترف بها كاينين تصاميم. واخا شي مشكل، قول لي شكون الفنان اللي كتبان لك التصاميم اللي كتلبسهم زوينين؟ حاليا دنيا باطمه. دنيا باطمه بوحدها؟ الدنيا اللي كتلبس دابا التصاميم ديال النخوه كتبان لي دنيا باطمه، ومن غير الفنانات اللي لبست انا راه معروفين هذوك، حيت انا عاد بادي بداو كيتعرفوا باللبس ديالي، ولكن اللي كتبان لي توب 1 في المغرب هي دنيا باطمه. داكوغ. فايت دنيا باطمه توجات كسفيره للقفطان المغربي، شنو بالك واش كتستاهل؟ شوف هذيك الانسانه عرفت يعني تعرفت عليها عن قرب، هذيك الانسانه اطيب خلق الله وانسانه متواضعه بزاف وكتستاهل كل الخير، لو انها ما كتستاهلش كل الخير ما غتوصلش لاي حاجه بغاتها. شكون الميك اب ارتست المغربي بيان سور اللي باغي تخدم معاه مستقبلا؟ ميك اب ارتست مغربي اللي باغي نخدم معاهم هما كلهم تبارك الله عليهم، ولكن ثلاثه اللي قرابين ليا بزاف. عندك سيمو طوندونس من مدينه مراكش، عندك اشرف ذاكر اللي مساندني في كازا، وعندك هشام سلطان ولد المدينه اللي كنقطن فيها اكادير. ما تقدرش تقول لي واحد فيهم اللي كيعجبك؟ لا كلهم ثلاثه، كلهم ثلاثه كلهم خدمت معاهم وكلهم خدموا ليا. داكوغ. قول لنا رساله للجمهور اشواق. رساله للجمهور ديال اشواق، تبارك الله عليكم وبلا بكم زعما اش نقول لكم، راكم وصلتوني لجميع البيوت الاسره وجميع الصحفيين تبارك الله عليهم اللي حضروا معنا ومنهم نتوما، وتبارك الله عليكم. شكرا، مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. شكرا. شي حاجه خلاتني استفزني باش نتعرف عليك اكثر، فلما تعرفت عليك شخصيه اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.